يبدو ان الاحداث هاديه شويه، فالنهارده واحنا بنتصفح في السوشيال ميديا لقينا كلام كتير جدا على موقف المصابين، موقف كولر العرض السعودي، نفس الكلام بيتكرر خلال الايام الاخيره. تعالوا نطلع ونشوف اخر اخبار الترند. كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من ملعب القاهره 24، وبيتكلموا على غياب ثلاثي الاهلي امام سان جورج الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. الكلام هنا طبعا على السوليه ومتولي، لسه مش هيقدروا يشاركوا في التدريبات خلال الفتره الحاليه، بيخضعوا لبرنامج تاهيلي. كمان معاهم كريم نيدفيد اللي في صعوبه كبيره جدا انه يلحق لقاء العوده، لأنه لسه لم يتعافى من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي. طيب ده موقف الثلاثي المصاب. نروح للثلاثي المصاب، نروح بقى الكرة بلس، وبيتكلموا على موقف كهربا وصلاح محسن، والاختبار الطبي هيحدد موقف الثنائي من لقاء سان جورج الأثيوب. كهربا عنده إجهاد في العضلة الضمة، لسه الجهاز الطبي يعني هيحاول يطمئن عليه، لكن طبعا وارد جدا يتم راحته يعني عشان في اطار التدوير وما يتعرضش لاصابه او ما تتفاقمش الاصابه معاه. نفس الامر صلاح محسن، عنده شد في الاماميه، ولكن طبعا بنسبه كبيره ممكن صلاح ما يكونش موجود في لقاء يوم الجمعه. وكان معانا زميلنا كريم احمد برضو وشرح نفس التفاصيل. طيب حساب بطولات بيقول موقف مصاب الاهلي وموعد عودتهم للتدريبات الجماعيه. انا قلت في البدايه النهارده اخر اخبار الترند هتبقى كلها الكلام عن حاله المصابين. التفاصيل بتقول ان متولي والسوليه قدامهم 10 ايام عشان يرجعوا للتدريبات الجماعيه. كولر بقى طلب ان الظهير الايمن خالد عبد الفتاح يتمرن بشكل منفرد رغم ان اللاعب رجع للتدريبات الجماعيه منذ ايام قليله. كمان كولر رفض مشاركه اكرم توفيق في المباريات الاخيره للحفاظ عليه والدفع بيه في التوقيت المناسب. كريم نيدفيد لسه راجع من فتره اعاره، مصاب بمزق خفيف في العضله الاماميه، محتاج لسه 10 ايام في الفتره اللي جايه. فالمواقع كلها بتحاول قدر ان كان تقرب شويه من الكواليس، مين هيرجع امتى، مين لسه قدامه شويه وقت، هل ممكن حد يلحق ماتش سان جورج. لسه الكلام كتير، ولسه كمان الاخبار معانا في موضوع المصابين. النهارده الوطن سبورت بيتكلم على كولر يستقر على بديل كهربا وصلاح محسن في الاهلي امام سان جورج. قالوا ان كهربا وصلاح محسن مش هيلعبوا، وبالتالي كولر استقر على ان بيرسي تاو هيقود خط هجوم الاهلي في المباراه اللي هتقام ان شاء الله بيوم الجمعه الجايه بسبب الإصابات اللي طالت المهاجمين. كمان شكوى كهربا وصلاح محسن بالتأكيد هتخلي الجهاز الطبي يفحص اللعيبة دي بشكل كويس عشان لا قدر الله ما تكونش فيه إصابات تتضاعف خلال الفترة اللي جاية. ولكن بديل كهربا وصلاح محسن في خط الهجوم قالوا إن كولر استقر على بيرسي تاو. طب ده الوطن سبورت. نروح لكورة 11 وبيقولوا كلام من جديد على الصفقات، صفقات يناير اللي احنا لسه ما خلصناش صفقات يعني الصيف، لسه ما كملناش اسبوعين 10 ايام يعني. بيقولوا طلب كولر الاول الاهلي يحسم قراره نهائيا بشان ضم سوزا مجانا بعدما كان المطلب الاول لكولر. مجلس الاهلي يضع قرار حاسم بخصوص ضم القناص سوزا بشكل مجاني خلال الانتقالات الشتويه المقبله. والله يا جماعه مش محتاجين ندخل نعلق كتير لان الاخبار دي بتتكرر كتير، وكل فتره انتقالات بتبقى في اسماء كده مرتبطه معانا، مرتبطه ما بتتغيرش لغايه لما اللعيب بقى يعتزل، لغايه لما اللعيب ينتقل لنادي تاني. ولكن فكره الحديث عن سوزا دلوقتي ولسه الانتقالات في يناير، هو حد عارف من هنا يناير ايه اللي هيحصل؟
نفس الكلام قلته والله قبل انتقالات الصيف، قلت الناس بتتكلم في اسماء لعيبه، ولما يغلق باب الانتقالات هتلاقي الاهلي جاب اسماء لعيبه تانية خالص، وده حصل في صفقه المهاجم. كان الكلام كله سوزا ولاعب تركيا موليكا، جاكسون موليكا، اتقال كتير قوي جاكسون موليكا، واتقال كتير قوي على سوزا، وفي الاخر الاهلي جاب المهاجم الفرنسي انطوني موديست. فسوق الانتقالات والملعب تحديدا بيبقى فيه متغيرات كتيره جدا، فبدري قوي الكلام على الموضوع ده، بس يبدو طبعا ان الاخبار قليله، فبنحاول نصنع اخبار من لا شيء. ملعب القاهره 24 مدير تحرير الكاس السعوديه قالوا او قال يعني اخبار مفاوضات الانديه السعوديه مع كولر غير صحيحه. عبد الله العبيدي مدير تحرير صحيفه الكاس السعوديه نفى تماما وقال لا صحه لاي انباء تشير الى وجود مفاوضات من انديه سعوديه مع السويسري مارسيل كولر، وده اكيد عكس كل الاخبار اللي كانت بتتقال خلال الايام اللي فاتت. عموما كولر بغض النظر في مفيش رسالته للنادي ورسالته للجماهير كانت واضحه بعد اللقاء الماضي، حي الجمهور مستقر، عايز يكمل، عايز يحقق نجاحات زي اللي اتحققت السنه اللي فاتت. فمش هدخل في تفاصيل هي صح ولا غلط، الامر لا يعنينا طالما كولر مستمر مع النادي الاهلي ومبسوط مع النادي الاهلي. خبر برضو غريب جدا، كرة 11 بيقول لك مصير معلق لحارس مصر الاول، الاهلي يفاجئ محمد الشناوي بتصرف غير متوقع قبل استكمال الموسم الجاري، فيما معناه يعني ان الاهلي هيصدم الشناوي وهيأجل ملف التمديد وتعديل العقد لغايه ما الكابتن محمود الخطيب يرجع. بصوا من غير ما ادخل في تفاصيل، محمد الشناوي كابتن الفريق تحديدا من اللاعبين اللي في اتفاق كامل مع إدارة النادي الأهلي على أي خطوة ليه الفترة الجاية، أي خطوة ليه الفترة الجاية. لا الشناوي خد قرار منفرد لوحده ولا النادي الأهلي هيفكر في قرار منفرد بعيدا عن الشناوي. التمديد والتجديد اللي اتنين متفقين عليه، وفي التوقيت المعين الأهلي هيعلن عنه، في التوقيت المعين الأهلي هيعلن عنه، لا في خلاف ولا في أزمة. وعلاقة الشناوي تحديدا ككابتن الفريق مع الإدارة ومع الجهاز الفني ومع الكابتن محمود الخطيب علاقة جيدة جدا جدا جدا. فأول ما تلاقي العنوان في الشناوي وصدمة اقلب وما تقراش كتير عشان ما تضيعش وقت. حمد فتحي النهاردة وتصريح عبر كورة بلس بيقول أشكر جماهير الأهلي كثيرا، لم أجد منهم سوى الدعم الكبير. أشكر جماهير الأهلي منذ يوم الأول في النادي ولم أجد منهم سوى الدعم، أشكرهم على الحب دائما ما يساندوني في مباراة الوقرة، كل مباراة الوقرة في الدوري القطري فيما لا يقل عن 100-200 مشجع أهلاوي في قطر بيحضروا يشجعوا حمد فتحي بس. فده عامل يعني رد فعل كبير جدا في الإعلام في قطر، وكمان ليه دور إيجابي في دعم حمد فتحي في مباراة الدوري القطري. طب الوطن سبورت بيقولوا قرار جديد من إدارة الأهلي للاعبين بسبب المستحقات، فيما معناه نسبة 25% المقدمات بتاعت عقود اللعيبة المفروض تتصرف خلال الفترة الحالية. فبيقولوا إن الإدارة المالية بدأت تجهز إجراءات صرف وتحويل مقدمات العقود بجانب إنهاء إجراءات صرف المستحقات المتأخرة في الموسم الماضي. يعني من غير ما ادخل في تفاصيل كتير، انتوا عارفين الارواح الماليه في الاهلي بيتم معالجتها ازاي، وما بنشوفش اخبار زي دي منتشره كتير ان الاهلي ملتزم بمواعيده مع كل اللاعبين، حتى لو في تاخير بيبقى في اتفاق بشكل كبير جدا مع اللاعبين. طيب السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، تشكيل الاهلي المتوقع في ظل ان في حاله تدوير ممكن يعملها كولر قبل لقاء العوده. نوره بتقول مساء الخير، اتمنى من كولر يلعب بشوبير، الدبيس، منعم، ياسر، كريم، امام، مروان، ديانج، الشحات، وكهربا. ده رأي نورة. أبو يوسف بيقول مصطفى، كريم الدبيس، منعم، رامي، هاني، عاشور، كوكا، ديانج، رضا، سليم، كهربا، عبد القادر. في تنوع في الآراء. أستاذ عبد الله، أستاذ محمد، نظرا لضغط المباريات والأجندة الدولية هناك لاعبين يجب إراحتهم مثل الشناوي، هاني، منعم، معلول، إمام، حسين، تاو، ديانج. ده ريح نص الفرقة. ماشي. تشكيل الأهلي، شوبير، ربيعة، ياسر، كريم فؤاد، كريم الدبيس، كوكا، أكرم، أفشى، عبد القادر، رضا، سليم، كهربا، وإن شاء الله الأهلي يكسب 3-0. ملك بتقول مساء الخير، أتوقع الشناوي، الدبيس، منعم، ربيعة، هاني، إمام، مروان، ديانج، رضا، سليم، حسين الشحات، تاو في مركز رأس الحربة، حال غياب كهربا. أوكي نشوف رأي تاني. أستاذ صلاح آخر تعليق معايا، أتمنى التشكيل يكون شوبير، الدبيس، ياسر، ربيعة، هاني، كوكا، أفشى، إمام، عبد القادر، كهربا، رضا، لكن بنسبة كبيرة كولر هيلعب بنفس التشكيل مباراة الذهاب وبعدين الشوط الثاني يبدأ يغير على طول. آخر سطر ده يا أستاذ صلاح فعلا وارد، كولر
ما بيأملش لأي لقاء، فممكن فعلا يبدأ بنفس التشكيل ويعمل روتيشن مع الشوط الثاني حسب نتيجة اللقاء اللي أكيد محسومة من لقاء الذهاب بفوز الأهلي 3-0. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة من برنامج الترند الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.